ما حكم تسمية الأسبوع بالأسبوع الميت الذي يسبق الامتحانات؟ لا طبعا، يعني هذه تسمية يعني فيها سوء أدب، فيها سوء أدب وفيها من باب ذم الدهر، فالأسبوع من الدهر، ولكن هذا اقترحه الناس ودرج على ألسنة الناس، إن الأسبوع اللي قبل الاختبارات ميت واللي بعد العودة للمدارس إيش ميت، دلالة على أنه لا دراسة فيه ولا شيء فيه إلى غير ذلك، وهذا طبعا ليس صحيحا. حتى كان الشيخ بن باز يقول ما لا يسوغ أن نقول عطلة، فإن المؤمن ليس عاطلا، لكن نسميها إيش؟ إجازة، وليست إيش؟ وليست عطلة.